الإخوان، السلام عليكم. كديرين؟ كل شيء بخير الحمد لله، بارك الله فيكم. المهم، كما هضرت معكم في الفيديو اللي قبل، ياك كنا هضرنا على المكتبة ديال اليوف. كنا هضرنا على المكتبة ديال اليوف، كيفاش كتخدم وكيفاش كتعامل مع اللوجيفيال. وكنت قلت لكم بأنني غادي ندير فيديو واحد اخر ان شاء الله على سي دي ال، ياك، على الدوسي ديال سي دي ال. ولكن الناس اللي تفرجوا في الفيديو اللي قبل، يعني كياخذوا المعلومات ولكن ما كيتعاونوش معايا بجيم ولا ببارتاج ولا المهم كياخذوا غير المعلومه وكيخرجوا. داكشي علاش انا في الفيديو ان شاء الله غندير معكم شي شويه ديال القوالب تاعنا وان شاء الله يكون خير. يلا، المهم كنشكركم بزاف ونتوكلوا على الله. قلنا اول حاجه، ملي كتبغي تخدم السي دي ال، انت كتصايب السي دي ال، كيتصايب بحالو بحال لي بوان سبيسيو اللي كيكونوا في المكتبة، ياك. هذه الأولى. الحاجة الثانية، كيفاش كنطبقهم في أرض الواقع؟ فكنجي كنكليكي مثلا، أنا ندير هذا بلوك واحد، ياك، هذا ما غاديش ندير فيه لي بوان. غنجي لهذا بجهة الهواء وغادي نكليكي بحال هذا الشكل، كليكي على بلوك، بلوك، وغادي نضغط هنا وغادي ندخل الدوسي ديال السي دي ال. الدوسي ديال السي دي ال هو هذا. انا ناخد، انا دابا خدام كورد وماشي طرف، بالنسبة لصحاب الطرف ما يفيدهم في هذا الفيديو في حتى شي حاجة، الفيديو خاص صحاب الكوردون. ولكن ممكن تطبقو، الا صنعتي لي بوان سبيسي على حساب الطرف، ممكن تسجلها في السي دي ال وتخدم بها بحال الطريقة. دابا ناخد هادي بريسة مضوبلة على جوج كيما شتو، هي خرجت ليا هنا، ياك. انا غادي نجي هنا فيها 42، ياك، هنا في 42 غندير 66، هاتي نرجع 66، صافي مزيان. غادي نجي الجهة اللي مقابلة معاها وغادي ندير نفس الشكل، هنا طريفة. وانتم يمكن لكم مثلا اللي بغا يدير طريفات، راه غادي يصممو، ياك، وغادي يسجلهم بالريف. غادي يسجلهم، انا نوريكم الطوسي اللي غادي نسجلو وسط منه. مثلا درت درايفة، ندير لها بحال هاد الشكل، هاهي طاتني هنا. عاد نجي هنايا ندير لها مثلا 33، هاهما درايفات بهاد الشكل. المهم، كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، ياك، وشكرا لكم على المشاهدات. وما تنساوش ديروا جيم باش نديروا فيديوهات يكونوا احسن من هذا ان شاء الله. واخا نديكم نوريكم بعد الدوسي ديال سي دي ال باش تعرفوني علاش كنت كنهضر. اللي ما تفرج في الفيديو اللي قبل راه ما غاديش يفهم في هذا الفيديو، يعني لان الفيديو الاول ديال ليبراري، ها هي فين هي المكتبه ديال لوجيفيال، ما طبقنا على هذا الدوسي، غنطبقوا على الدوسي ديال سي دي ال. الدوسي هو اللي خدمت بيه دابا لوجيفيال. يلا، شكرا لكم على المشاهدات، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.